يعتبر سرطان الثدي من أكثر السرطانات شيوعاً بين النساء في الأردن، وهو عبارة عن مرض تنقسم فيه خلايا أنسجة الثدي وتنمو دون الخضوع لأنظمة التحكم الطبيعية في الجسم. بتنظيم من البرنامج الأردني لسرطان الثدي، أقيمت حلقة حوارية بعنوان أمهات ناجيات من سرطان الثدي، بهدف تعريف المجتمع بهؤلاء الناجيات عن طريق سردهن لقصصهن، ابتداء من لحظة التشخيص مروراً بفترات العلاج حتى الشفاء. أول ما بلشت أحس إنه في كتلة غريبة بالبداية، خفت كتير إني أنا أفحص، وكتير تجاهلت هاي الكتلة، ومرقت تقريباً شيء أكثر من سنة ونص على هذا الموضوع. بعد هيك تغيرت الكتلة وتغير ملمس الجلد، وقتها حسيت إنه في شيء كبير ولازم إني أفحص. لما انفحصت ثبت إنه عندي كانسر. بهالفترة طبعاً بالبداية ما رضيت، أي حدا ما بيرضى إنه يكون في عنده مرض كتير بيخوف كتير خطير. شوي شوي لما بقعد مع حالي وبالذات مع نفسي أنا، مش لما بقعد مع العالم ومع الناس، بحس إنه هذا أمر صار واقع، إنه لازم إني آخذ أنا الخطوة الأولى للعلاج. نهائياً ما فكرت بالموت، نهائياً ما فكرت إني انهزمت أو إني بدي أهرب، لا بدي أواجه. وحسيت وعرفت إنه هاي المواجهة كتير صعبة وكتير مؤلمة وكتير ممكن إنها تكسر، مع ذلك أنا واجهت. الدعم المعنوي والنفسي يسهم بشكل كبير برفع مستويات المناعة لدى مريض السرطان، وتمكن هؤلاء النساء من مواصلة الحياة بصورة طبيعية بالرغم من الإصابة بمرض سرطان الثدي، حيث يبلغ عدد المصابات بهذا المرض في الأردن ب 945 حالة. للأسف نحتل المرتبة الثانية ما بين الدول العربية من حيث معدلات الإصابة، تسبقنا في هذا فقط لبنان، ولوحظ أن هناك ازدياد في عدد الحالات خلال ال10 سنوات التي سبقت. وكان تأسيس البرنامج بهدفين: خفض معدل الإصابة بهذا المرض، وتحديدا الحالات المتقدمة من الإصابة، حيث كان قبل بدء البرنامج حوالي 70% من الإصابة بسرطان الثدي بين الإناث الأردنيات تسجل في المراحل المتقدمة من المرض، والتي تكون فيها نسبة الشفاء متدنية. حقيقة هذه المناسبة دأبنا عليها في كل وقت من العام بعيد الأم، لنتشارك مع سيدات شجاعات مررنا بتجربة مرض السرطان، سرطان الثدي بالتحديد، ليعرضن تجربتهن للمجتمع ولنا، ليتم الاستفادة منها بالدرجة الكبرى، ولنتعلم كلنا جميعا من الدرس اللي مرن فيه، ونستمد من شجاعتهن قوة لمواصلة عملنا في هذا المجال. تعريف أبناء المجتمع المحلي بأبجديات هذا المرض ومواجهته أمر حرص عليه البرنامج الأردني لسرطان الثدي. أيمن الحمود، رؤيا.